بلادي كنت على طول أدعي له وأدعي للمجاهدين، أدعي له أدعي له ربنا ينصره هو وعامر ويحفظهم ويرزقهم الشهادة كمان لأنهم هم طلبوها. الحمد لله يعني حسيت إنه موجود معي، وقلت إن شاء الله يا رب وين ما كان إنه يسمع يعرف إنه بنته موجود، إنه ولدت إنها جت للدنيا. إحنا كنا يوم استشهاد مروان سمعنا انفجارات، طلعنا بدنا نشوف يعني شو اللي صار، يعني شو الحدث اللي حصل. لا الجيش مدام المنطقة ومحاصر بيوت الناس وعلى السطح. اللي نقل لي الخبر أنا هو الكابتن، بيقول لي في عندكم راديو؟ قلت له اه. قال لي جيبيه وتعالي. وقعدنا في كنا في الغرفة أنا وأمي وخواتي وأخي، قلنا افتحوا الراديو. كان جاي تغطية الأحداث، طبعا احنا سامعين طول الليل إنه في إشي بس مش عارفين بالضبط التفاصيل. بالراديو صريح إنه في خبر إنه في أنباء عن شهداء بس احنا مش عارفين مش متأكدين وهيك في الراديو. فوقف قالنا فهمتوا إشي؟ قلنا له لا. قال بس اطلع رح تفهموا. حابين ندور على اسم أنا وفي النهاية كنا بدنا اسم يجمع بين اسمي واسمه، يعني رايا بيجي من أبرار ومروان، إنه الاسم بيجي على الاسمين اسمينا. يعني هو الوحدة أكيد بتحب إنه زوجها يكون معها في هذا اليوم. ما كانش هو موجود معي، لكن فعليا إنه أنا كنت حاسسته إنه موجود معي وحاسس إنه بدعي لنا في كل لحظة. كل شيء كان عنده في شغلات مميزة، كان يعني مربون يحب كل شيء، يحب الناس وهو طفل، يحب أعمال الخير وهو صغير. كان دايما يقول لي بدها تطلع البنت إن شاء الله بنتها بدها تطلع حافظة القرآن، بنتها بدها تطلع أحسن بنت. كنا دايما نقول إنه نتخيل أولادنا بدهم يطلعوا حلوين، أولادنا بدهم يطلعوا من شباب المساجد بدهم يطلعوا هيك. ف إن شاء الله بتطلع مستقبلها أحسن من أيامنا هذه، وإن شاء الله رب العالمين بكرمنا وبكرمها بالشهادة. كان مسجون 5 سنوات عند الاحتلال على مفرقات، يعني على عدة مرات. ما بالعكس يعني كان شرف لي يعني إنه أخذ إنسان أسير وإنسان مجاهد الحمد لله رب العالمين، يعني ما فيش أي مشكلة بالعكس. أنا وأنا بصلي الفجر لما سمعت الانفجارات والأصوات وإشي، أنا دعيت له بالشهادة، قلت إن شاء الله يا مروان ربنا بكرمنا في الشهادة، وأنا بتمنى الشهادة لزوجي ولأولادي ولبناتي وكل من طلب الشهادة ربنا يتناول إياها. هو اعتقل عند الوقائي، أخدوه تقريبا قعد عندهم 8 أيام، فيش أي تهمة بس هيك يعني تهمة تلفيق، وطبعا طلع بكفالة ببراءة. بنفس السنة قابل مرتين عند اليهود، والحمد لله رب العالمين رفع راسنا فوق في عنا السنة الحمد لله رب العالمين. هم خربوا هم دمروا، ويمكن البيت اللي عشنا فيه أحلى أيام حياتنا إنه أغلقوه، إنه لا بنا ولا استصلاح ولا أي شيء، بس الحمد لله رب العالمين ما هزتش فينا ولا شعره.